مشروعي اسمه مطبخ وكافيتيريا لقمة على الماشي. في البداية يعني بصراحة ما كانش في تشجيع إني أفتح محل. تخوفي إنه يفشل المشروع. بعدين مع تصميمها على تنفيذ فكرتها طبعاً بدأ يعني غيرنا في وجهة نظرنا، وبدأنا والبنت والولد وولادنا يعني نساعدها في ونشجعها ونعمل اللازم. ومن والاحسن من هيك انه اعطونا يعني جزء منح جزء قروض. انا من الناس اللي اخذت قرض، كان القرض 1000 دولار. طبعا ال 1000 دولار هم اللي كنت انا محتاجيتهم كبدايه، انه تعلمت كيف التصميم في الاول شيء، انه صممي على مشروعك. لا انت عندك يعني اعطوني دفعه غير انها ماديه، دفعه معنويه. واكتشفت انه لا، الانسان لما يكون عنده تصميم واراده على موضوع معين ما في شيء اسمه مستحيل. الآن أرملة، صار لي 5 سنوات وبديت أعتمد على نفسي. الصعوبات اللي واجهتها في مشروعي اللي هي نقص المال، الحمد لله أخذت قرض من مؤسسة الشرق الأدنى، حصلت على 2000 دولار. تقريبا خففت من الصعوبات أو قلصت من الصعوبات اللي قبل ما أحصل على القرض. أخذنا مجموعة من التدريبات، اللي هي أول إشي التدريبات إدارة المشاريع، سعر تكلفة القطعة كيف بدنا نسعرها مشان نطرحها في السوق. زاد الربح عنا، زاد عنا الدخل الشهري. اعتمدت على نفسي، ما احتجتش ابن، أب، أخ. حسيت إني يعني عضو فعال في المجتمع. مشروعي إنه أشغل أكثر عدد من البنات. مزرعتي بلشت فيها بمبلغ صغير، يعني مبلغ ما بتخيلي إنه بعمل مشروع. من عند ما أنا بلشت برنامجي مع مؤسسة شباب الغد بأواخر عام 2015، أستخدم خطة العمل اللي أتدربت عليها. كمان البرنامج زودني بليبل، خلاني أقوى بمشروعي، أقوى في التشبيك مع المؤسسات. صار عندي اهتمامات إني أروج منتجاتي. في البداية كنت خجلانة، حاليا لا، ما بشوف ولا بشوفش مانع. بالعكس، اللي كانوا ضدي صاروا معي وصاروا يساندوني، لاني اثبتت انه الست قادره انها تصنع قرار وقادره انها تشارك في القرار في داخل القريه وخارجها. من ناحيه عقبات كمان كثير واجهني عقبات ثانيه خلال الشغل، انه التسويق كان صعب عندي، فاختاروا مجموعه معينه للتدريب. انا حلفت الحظ وكنت منهم، استفدت منهم اول بزنس بلان صح اخذتها معهم، من ناحيه الماليه، التسويق، الاداره، الخطه العمل كامله لثلاث سنين اللي هو مثل السواره. وبلشت انزل على المعارض، اكبر شوي المنتوج شوي شوي عن يوم عن يوم. كل مره بعد هذا المعرض قوة مشروعي أكثر، زدت الطاقة كمية الإنتاج أكثر، وبلشت العلاقة تزيد مع الزباين. فأنا كثير سعيدة إن اسمي اليوم اسم منتجي الناس بسمعوا فيه وبعرفوا فيه وبوصل للعالم، وإني أنا أصبحت سيدة أعمال فلسطينية معروفة.